إن شاء الله الله يفك أسره، ونتمنى أنه يطلع بأسرع وقت وكلنا معه إن شاء الله. للأسف اللي جرى أنه صار أسير معاذ الكساسبة بأيدي التنظيم الإرهابي داعش للأسف، لكن كل جميع الأردنيين قلبا وقالبا معه حتى فك أسره، إلى أن يتم فك أسره. وما لنا غير أن ندعي، وهي أبو حسين إن شاء الله والجميع والقيادات الجيش ما راح تقصر. كلنا معاذ الكساسبة، هاي أفضل رسالة بنوجهها ضد الإرهاب العالم. أنا بدعي من الله يفك أسر الجندي الكساسبة المحجوز لذا الأيدي الظالمة والخونة. بدعي يا رب تنجيه وتفك أسره، وزي ما حكى جلال سيدنا الله يطولنا بعمره راح يطلعوا، يعني راح يطلعوا. والله احنا بس بنطلب من الله انه يفك اسره، ونطلب من الحكومه الاردنيه انها تتدخل بهيك شغله وانه يحاولوا انه يفكوا اسره، وبتمنى لاهله انهم يصبروا والله يصبرهم. فانا طبعا انا مع سيدنا مع الجيش العربي، وبتمنى لكل يعني مواطن عربي او اي واحد بيحمل الرايه الاسلاميه انه يوقف مع هذا الطيء اخونا.